اليوم الكل مصطف ومتضامن ومشترك في هذه المعركة والحرب، فعلا هي حرب بكل المقاييس والمعايير، كونها فيها جوانب متعددة، وجانب من هذه الجوانب والأركان هو الإعلام. الإعلام اليوم يقف موقف شجاع وجريء وصريح من خلال حملة من التوعية والتثقيف والتعريف ومتابعة آخر تطورات والحالات، وبالتالي اليوم هذا الإعلام في الواقع يسطر يعني بطولة من بطولاته المعتادة في الميادين. اليوم في الواقع الإعلام يعني من خلال البوسترات، من خلال يعني العمل التطوعي، من خلال حتى هناك يعني مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تضج هذه المنصات، مهمة جدا وأسهمت الكثير في عملية التوعية. الحقيقة دور الإعلام مهم جدا في توعية المجتمع من خلال أولا رسائل التطمين اللي يعتمدها في متابعاته، وأيضا من خلال توجيه المجتمع نحو الخطوات الفاعلة في تفادي الإصابة. دائما نحن بفضل من الله يعني مهمتنا الإنسانية ومهمتنا المجتمعية أن نخدم ناسنا وأهلنا، يعني في كل الأحوال دور الإعلام مهم جدا في هذه المرحلة. احمي بيتك، احمي أهلك، كن قد المسؤولية، لأن أنت في مرحلة خطرة من مراحل الوضع العالمي، يعني كل العالم مهيئة، فعلينا أن نكون أيضا مهيئين بنفس الدرجة لكي نتفادى الإصابة.